بحضراتكم من جديد، يعني انضم لي النجم الكبير نجم مصر النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم. اكيد يعني لازم نقول لكم نجوم عشان نسالهم عن تحليلهم او شافوا الماتش امبارح ازاي. كابتن شريف منورني ومشرفك. اهلا بك يا ميدو، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله، دايما شيك كده وزي الامر. بنتعلم منكم والله. لا 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 خالص خالص. يعني عايزين نطمن الجمهور الاول يا كابتن شريف، اكيد لما يعني نجم كبير زي حضرتك تكلم الجمهور وتطمنه في الاول كده يطمنه. مش حاجه حصلت خالص امبارح، يعني غير ان احنا الحمد لله يعني ربنا عايز كده ان النتيجه تبقى بهذا الشكل او السيناريو اللي بيحصل ده، مع شويه ملاحظات بس. حكايه الحكام اللي احنا بنعاني منها بقالنا اسبوع دلوقتي من مباراه طلائع لغايه المباراه دي، اعتقد الحكم ده لو جاي مع فرقه تونس مش هيبقى بهذا الشكل. الى متى احنا سنستنزف كل من يلعب مع فرقه في اي حته من ساعه الفيصلي الاردني واحنا بنلعب ال 90 دقيقه بنلعبها 60 دقيقه؟ هنعمل ايه؟ ثقافه يعني بقى، هنعمل ايه؟ ثقافه خارج الملعب وثقافه داخل الملعب من اللاعبين، المفروض يبقى فيه لغه احترافيه شويه في التعامل مع الحكام الناس دي بتبقى جايه من مباريات تتنيه، يعني الراجل ده عنده ضربه جزاء مع طرد اللاعب اللي هو عمل ضربه جزاء، ما فيهاش اي حاجه، ده الراجل متوجه للجول، مفيش حاجه اعاقه، مفيش زاويه، ما مش هيلعبها بالعرض، ده راح يجيب جول، في اعاقه واضحه جدا. القانون بيقول ايه؟ طرد. طرد، ريد كارت، خلاص بيلعبوا 10 غير لما هيلعبوك 11، وده حق ليك مستحق، يعني مالكش فيه اي، يعني مفيش اي حاجه، انت بتديني هبه. بالظبط بالظبط. فاستطاع، ما دي ضربه الجزاء كانها هبه لينا، كانه بيدينا حاجه فوق اللي هو جاي متفق عليه يعني. احنا عندنا 3-4 فرص بعد ضربه الجزاء، ومن اول 5 دقائق احنا شايفين ان الديفنس بتاعهم مش قادر يقف. اوقف معاك كابتن شريف، ما عايز اوصل لك لدي، بس انا عايز من هنا دي مهمه جدا نبتدي هناك. ماشي، ما انا هخليك نكمل معاك بقى النقطه دي، نرجع النقطه دي. احنا ما عندناش ثقافه، اصل حضرتك لفت نظري لنقطه معينه، ثقافه التعامل مع الحكم. يعني احنا بعد ضربه الجزاء يا جماعه احنا قلنا الحمد لله ان هو ادانا ضربه جزاء، هيبقى لا يعني كان لازم نروح نعترض ان هو ما طردش الراجل ده، لازم كان لازم كلنا كلاعيبه كوره نروح ازاي ما طردتش الراجل ده، هو انت ادينا ضربه جزاء يعني بتمنع علينا بيها؟ لازم تبقى واعي، نظري فعلا لازم فعلا تبقى واعي في الملعب لايه اللي بيحصل، ايه حقك على الاقل تخوفه بعد كده، حقك فين؟ طب انت ما اديتنيش الطرد ده، طب لما جه ضربه جزاء زي بتاع الثاني تايم ادهاني بقى حقي انا كمان، يعني مش انت مش مديني هبه وانا ما استغليتها، انا استغليتها وكفايه عليك كده. هو ايه الحكايه؟ انا مش فاهم يعني ايه الوضع اللي احنا اللي محطوطين فيه ده. بطوله افريقيه من غير النادي الاهلي يا ميدو ملهاش طعم. طبعا ما الميديا حتى ما بقاش ليها شكل. الماتشات اكبر عدد بيتفرج على العالم، في العالم العربي، على مصر والنادي الاهلي. طبعا الاهلي يعني بطوله افريقيه ما فيهاش مصر ملهاش طعم. بالظبط. فانا ما اعرفش، يمكن احنا لاستحواذنا وادائنا والبابليستي اللي احنا فيها والميديا اللي احنا فيها والوضع بتاعنا الافريقي دلوقتي ومؤهلين باذن الله نبقى في كاس العالم، الناس مستكتره علينا ولا ايه؟ انا مش عارف. في سؤال انا ببعد عن اي شبهات، يعني انا كشريف الحقيقه ببعد عن اي شبهه ان انت تيجي تقول لي في رشاوي، في حاجات، في بتاع، مع ان الراجل اتقفش تاني اللي هو بتاع انيرامو ده اللي هو ضربه الهدف، واتقفش تاني ان هو واخد رشوه وحاجات كده. بس احنا مش هنقدر نتطرق الى هذا الباب ونخبط عليه يعني. انما تعالى نتكلم في الفنيات بقى. ان ده السؤال اللي محيرنا يا كابتن شريف، اذا كان اتعمل فيك هنا كده مش عايز اخوف الناس بصراحه. لا، اللي اتعمل فيك هنا يعني يتعمل فيهم اقوى كده. ربك عادل، اسمه العادل يعني، خدت بالك؟ العدل يا ربك ما يسيبكش. بكوره ابو تريكه اللي في اخر ثانيه دي، لما حطوه ساجد للتوانسه ربك نصره عليهم في اخر دقيقتين. الله، حلو حلو. فما تخافش، مش هنخاف. حلو. لان احنا فرقتنا احسن منهم كتير قوي، وفنياتك وفردياتك احسن منهم. حلو. اخطائك اللي عملتها هنا اذا كان في بدايه التشكيل هم اللعيبه، لما هتعمل احلال وتبديل ده الاول ولا ده الثاني، علامات استفهام على الباك ليفت بتاعنا علي معلول، علامات استفهام على احد الناس اللي كانت موجوده في نص الملعب مثلا، كل ده احلال وتبديل او توفيق يعني، خدت بالك؟ او عدم فورمه اجايين مثلا. انا هتكلم على واحد زي وليد ازارو ده اللي الدنيا كلها مقلوب عليه، انه من امهر واحد كان في الملعب امبارح، واكتر واحد عامل لي ازعاج للفرقه دي، انا معاك، واكتر واحد بيروح للجون وعنده غبن في الكره اللي جات له عيني ولعبها، تحس ان هو معجون، متعب بالعرض، جاب جون. فالولد على طول هو في البوزيشن القلق، على طول هو اللي جاب ضربه الجزاء، على طول هو اللي بيحارب، عنده سرعه، سنه صغير وسريع، وفي المنطقه دي بيعرف يتحرك. انت مش عايز منك اكتر من تاتش الفينش مع اللعيبه على الاطراف جنبه، تقدر او توفيق سنه كده زي اللي كان
استحملناه في فلافيو، لا ده احسن من فلافيو مليون مره ان شاء الله، ويبقى واعد باذن الله ويقدر يعمل لك جون واثنين وثلاثه. هل يا ميدو انت معايا ان النادي الاهلي تحس وهو بيلعب انه في اي وقت ممكن يروح للجول؟ طبعا. وفي اي وقت ممكن يجيب جول؟ طبعا. واثنين وثلاثه بالظبط، شاطر في ضربات الجزاء، شاطر في ضربات الثابته، شاطر في اي حاجه. ما انت راكب المباراه يعني، راكبها حسام ومتعود على تونس وارضيه تونس ومحقق فيها نجاحات وكده، ما عندناش اي مشاكل يا جماعه. جماهير وانا خارج معاها امبارح يا كابتن اسال لنا عايزين نروح تونس، عايزين نروح تونس، يعني ناس في مش فارقه معاهم. ما شفتش الشذوذ خالص من الجماهير وهي خارجه امبارح. طبعا ما شاء الله، يعني زعلانين ان احنا اتعادلنا، حاسين ان هم اتغبن بيهم، حاسين ان هم اتضغط عليهم، عايزين كلهم يروحوا تونس. دي روح حلوه قوي بطمن بيها الجهاز الفني واللاعبين كده. الناس كلها معاكم، الناس كلها حباكم، الناس كلها بتشكركم. هارد لك اللي حصل امبارح، احنا ما كانش المفروض نبقى في هذا الوضع. احنا بنروح وضع تاميني ان احنا نلعب كره يجوز ده يحفزكم اكتر عشان تدونا كره احلى هناك وتكسبوا اثنين وثلاثه باذن الله. انا مش هسالك، انا هسيبك تتكلم اللي انت عايزه في كل حاجه، يعني انا ما فيش سؤال هساله لك. انا هتكلم معاك في نقطه واحده بس في اللي حضرتك عايزه كله. اما لقيت ان انا هبقى معاك النهارده ليه احنا الجراه في من منتخب مصر للنادي الاهلي، نادي يعني منتخب مصر زراعته النادي الاهلي بالظبط، بدايته البيدجري بتاعه النادي الاهلي في كل حاجه الحقيقه. الولاد اللي بيشتغلوا كلهم على نهجنا ونهج المبادئ ونهج كل حاجه على غرار النادي الاهلي. حلو قوي. احنا لازم نطمع في الفرق اللي بتيجي تلعبنا، لازم نكون فول باور بتاعنا. يعني لما تحس تتفرج على تونس اليوم بيلعبوا كل اللعيبه بتاعتهم اللي يقدروا يحققوا الفوز او يقدروا احنا ليه لحد دلوقتي يا ميدو بنلعب باثنين ديفندر؟ يعني الراجل ما بانش خالص السوليه امبارح الا لما خرج حسام عاشور، وحسام عاشور مش هيبان الا اذا كان بيلعب فري وبيستلم، كان جنبه بلاي ميكر اسمه حسام غالي والكلام ده. ما هو في عبد الله سعيد موجود جنب حسام عاشور. احنا هنحلها امتى قصه النني وطارق حامد وعاشور والسوليه؟ ده انا كلاعب كوره شفت دي الناس بتتكلم عليها كتير قوي في الحكايه دي، ان احنا مش مطالب مننا ان احنا بهذا الشكل الدفاعي. يجوز هو كجهاز فني خلاص تعود على تامين الكونتر اتاك اللي بيحصل عليك، يبقى انت مامن نفسك وماشي. بس انت كمان ما انت عندك اربعه ورا ما شاء الله الله اكبر، صراع بدائل يعني عندك في المكان الشمال ده ثلاثه، في المكان اليمين ثلاثه، في النص في اثنين ثلاثه دلوقتي، يعني مع ربيعه بقى في ناس ثانيه خدت بالك، سعد سمير بيرجع ونجيب هايل اليومين دول وعنده ثقافه المكان ودويته مع سعد سمير هايل، فما عندكش حاجه تخوفك الحقيقه خالص. عندك كمان سرعه تستلم الحاله الهجوميه الحاله الدفاعيه، اللغز طبعا كان يعمل لك ممكن احمد شيخ، يعمل لك ممكن وليد سليمان، يعمل لك ممكن مؤمن زكريا، يعمل لك ممكن اجاييه، عندك يعمل لك صالح جمعه، يعمل لك عبد الله السعيد. عندك عندي ومش عايز حد يفهمني ان انا مثلا بعدل على الجهاز الفني ولا حاجه، لا احنا ده احنا في ظهر الجهاز الفني. احنا صالح جمعه عندي راجل بيعرف يعدي من ناحيه الشمال ويعمل مشاكل. انا شايفه امبارح في الشويه اللي لعبهم يقدر يجيب ضربه جزاء، يقدر يخش يعمل عرضيات، يقدر يخترق هو يجيب جول لوحده. عنده وليد سليمان، وليد سليمان وحمودي عندهم في الحته دي مشاكل لاي فرقه، يعني يقدروا في اي مكان يخلوا اي فرقه قدامهم يوقف خطوط. ان الولد ده بيستلم الكره من تحت ويجي بيها وبيعدي وعنده ثقه انه يعدي. اللعيب اللي بيعدي من واحد اتنين ده ميدو بيضرب خطوط طبعا، بيهتني طبعا، بيوقفني بالزبط، بيشتتني بالزبط. انا لو باك ليفت وقاعد عليا واحد زي وليد سليمان وقاعد يرقص شويه ويروح لي من جوه ويرجع تاني ويلعبه بالعرض هيشتتني، انا مش عارف طب ازاي ههجم واسيب ده مين هيزعقوا عليا من بره. هو ايه اللي بينجح برشلونه يا كابتن شريف؟ بيقولوا يعني طبعا ميسي طبعا حاجه مختلفه، لكن انيستا اللي بيقدر يخترق خطوط في 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 دريبل مفيش 10 ياردة بيخترق ثلاث خطوط، هو ده لعيب مطلوب. تعالى تعالى نقول انيستا بتاعنا عبد الله السعيد، خدت بالك؟ صالح جمعة اللي ثانيه واحده اللي هو بيقدر يعدي لنا الخطوط اللي انت بتتكلم عنها دي، يا اما بلونج باس يا اما بباس بالظبط، يا اما بهات وخد. امبارح كان عايز يعملها كتير ويأسسها بالظبط، كان بيأسس من اول الهاف تايم ليلا الغبن اللي دخل فينا، الكورنر اللي دخل فينا ده، ده انا ببص الناحيه الثانيه لقيت الكوره جوه ما صدقتش. طب في ايه ده؟ كان في واحد واقع واصابه وكده. عندنا شويه حاجات كده، بس احنا دايما مؤمنين كلنا ان ده قدرنا امبارح، انما احنا ما قصرناش. النادي الاهلي ما قصرش امبارح، النادي الاهلي لعب. احلال وتبديل بقى في التوقيتات اللي احنا بنحتاج لعيبه معينه دي بتاعت الجهاز الفني. انا ما اقدرش اقول لحسام بدري انت ليه لعبت احمد الشيخ وما لعبتش وليد سليمان.
يمكن مش سامحه له الكارج بتاعت ان هو ينزل ده مكان ده دلوقتي. شايف ان التاني ماشي معاه وجايب جول ومعنوياته عاليه وهجو. دي بتبقى حاجه داخليه انت عارفها بيننا وبين بعض، بيقول لك كده والتاني ما هو تحت ايدي هيحصل اي حاجه انا اقدر اعمل ده وده. وما بيجيش في تخيلك انت السيناريو انك انت تتاخر بجون او اتنين خالص. في مباراه زي دي خالص. فان شاء الله يكون قدام حسام الماتش واللعيبه واتفرجوا قد ايه هم كانوا هايلين في البريس. هو كل ما تضغط على لعيبه تونس دي هو ده المفتاح بقى بالظبط. انت بتضغط من هنا ودول مش عارفين بالزبط. يعملوا اي حاجه بالظبط. وامبارح عملوا حاجه غريبه جدا بيجرجروك للاداء البطيء بس بس لورا وعندهم ثقه كويسه قوي انهم يشوفوا بعض عندهم التسليم مفيش حاجه ساعدتهم غير هدف التعادل. احنا البينالتي في 203 كنا خلصنا الماتش ب 3-0 يعني كنا في اول 10 دقايق ولا ربع ساعه انت 3-0 يعني كانت هتبقى فسحه بعد كده. اجاره ان شاء الله اجايه ان شاء الله يخش تاني في الفورم في فورمته وفي سرعته يعني هو عمل واحده واثنين وعايز يخترق بس ناقصه حته يمكن فتره الفتنس بتاعه لسه عايز يعديها يعني شويه وان شاء الله هيبقى كويس يعني باذن الله جنب وليد. ووليد هو مصدر الازعاج اللي هو موجود دايما في الملعب مش عايز الناس تستعجله او الناس تيجي عليه. الحقيقه الولد لقيته امبارح بيناجي في الجماهير وجاب جون بعدها بثانيه ربنا اداله يعني حاسس ان هو بيعمل مجهود بس عايز يترجم. الترجمه لما بنبقى كلنا في حالتنا الترجمه ان شاء الله نبقى واثقين في نفسنا واحنا بنلعب الماتش الجاي. انا نازل واثق ان انا احسن من اللي كسبني ده او احسن من اللي احنا خارجين امبارح بطعم الهزيمه كلنا عاملين كده يعني متفاهمين ليه؟ عشان مش احنا سرقنا امبارح حكم سرقنا وظروف سرقتنا مفيش اكتر من كده. احنا مش كنا المفروض نبقى في الوضع ده او احنا كنادي اهلي عمرنا ما بنتحط في الاوضاع دي الا في سلبيات مره بالايد يكسبونا بايديهم عن طريق الحكام احنا على طول من يعني من الزمن ومن التاريخ احنا بنتسرق في افريقيا عن طريق الحكام الى متى والى اين ان شاء الله ربنا هو اللي هينصرنا ان شاء الله. يعني هو اقل نتيجه يا جماعه او النتيجه العادله بتاعت ماتش امبارح كانت 3-1 اقل نتيجه هنقول كده ولا اكتر من 3-1 يعني انا بقول لك اقل نتيجه جول اتلعب بالعرض وما جاش ثلاث كور بعد البينالتي افرادات اللي حسب الاوفسايدات اللي حسبها عليهم الاوفسايدات بيحسب الراجل ده رافع الرايه ناحيه اليمين اللي عندنا ده في اجايده رايح بواحده ما فيش اوفسايد ده واقف جنبي يعني بالزبط. انا قاعد قدامه بالظبط وفي اتنين مغطيين من هنا اما استلم وراح لقيت ده بيرفع زي ما يكون عنده تعليمات ولا ايه مش عارف تعرفش بقى يعني فلسفه غريبه قوي بنتعرض لها كلنا ومش عارفين ناخد حقنا منها وتلاقي المراقب قاعد ورا هاجم على والمدرب الثاني التونسي ده قاعد عامل لنا هليله وقاعد يعمل ده وبيعترض اللعيبه كل شويه ده اسلوب حياه يا كابتن شريف اسلوب حياه ده نوت فير بلاي يعني لا 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 اسلوب حياه ذيس از نوت فير بلاي يعني ده مش ماتش عادل ده مش كوره ايوه اسلوب حياه انديه كتيره في شمال افريقيا اسلوب حياتهم اسلوب حياتهم الاعتراضات اسلوب حياتهم ازاي يستنزفك في الوقت الضايع اسلوب حياتهم ازاي يموت اللعب يعني اسلوب حياه دي الاهداف اللي حضرتك بتتكلم عليها اهو اتفرج ده هدف انت لو تشوف يجيبوا لك الصوره اللي كان عاملينها ابو تريكه ساجد لجماهير تونس يعني ونفس الطقم اهو اللي موجود يعني مع اختلاف بعض اللعيبه يعني تفائلوا بالخير ان شاء الله يا جماعه المنظر ده ان شاء الله نشوفه تفائلوا بالخير اتفضل يا كابتن اللعيبه عايز اقول لك على حاجه اللعيبه هي صاحبه الاراده في المباراه الجايه باذن الله الشكل ده كانت لعيبه ما شاء الله موجوده في الملعب برضو على مستوى كانوا حاسين بالاداء قد ايه بص وعماد متعب اهي دي فرصه انت محتاج قد ايه فرصه واثنين هناك وبتاع هل انت اتفرجت يا ميدو طول الماتش حاسس ان فرقه الترجي دي احسن منك في حاجه؟ لا والله العظيم هل راحوا على الجون؟ لا والله العظيم لا عايز اسالك سؤال ده راحوا على الجون مره واحده في الماتش؟ ده كابتن حسام البدري هناك برضو جده ووليد سليمان ده ماتش درس هناك طارق دياب نزل لحسام غالي قال له انا ما شفتش في حياتي لاعب في خط النص بهذه العظمه وهذا الجمال الناس اعترفوا في الماتش ده شوف الاداء السهل ازاي والثقه بتاعت اللاعبين جده وكنا في نفس الظروف وفي نفس الظروف ده انت هنا متعادل 1-1 كمان يعني 0-0 هناك تخلص الدنيا ده هما وصلوا وراك 2-0 وابو تريكه مضيع بينالتي في الماتش ده لو تفتكر انت طبعا 2-0 2-1 3-1 اتردد يعني حتى لو كان اخر دقيقتين لو كانوا جابوا جول بص يعني التعديات دي امبارح
طبعا. شايف الكوره اللي احنا بنعدي فيها دي؟ طبعا. هم ما عندهمش باك رايت خالص ولا عندهم اي حد. ممكن تختار في الاختراقات اللي هي من عندك دي، استغلال بقى النقط الضعف اللي عندهم. وادي واحد اثنين، ادي بقى ايه عندك ثلاثه جوه في ال 18، ما يجيش بقى حد يعدي في الماتش هناك وما يلاقيش لعيبه طمعانه في ال 18 او خايفه تامن يحسن يجي فيها جون. ده لو جايه فيها جون وانا جبت جون هنمشي بنفس السيناريو اللي حصل في مصر. ادي بص وليد حاجه جميله اتفضل وبيحط الكره ازاي؟ بص الثقه ان شاء الله. هيعملوا ايه؟ هذا انت بتادي واعتقد ان انت عندك لعيبه تماثل هذه اللعيبه يمكن اقوى كمان. ده هناك اللعيبه اللي معاك دلوقتي لعيبه صغيره في السن و 21 سنه و 23 سنه كل لعيب ليه شخصيه وليه شكل وليه اداء فني مختلف. عند الكابتن حسام بدري اسلحه كتير ان شاء الله يستغلها، اسلحه ويثق ويبقى عنده الكارج. العب بقى يا اخي حسام البدري اللي اول ما جه مسك الفرقه لعب 4-3-3. فاكر لما راح عمل لهم معسكر في المانيا بالظبط، فجت التعليمات انه ما بيلعبش على طريقه مانويل جوزيه. حسام البدري اتخبطت المانشيتات بيلعب مهاجم 4-3-3 وما مش طيب. طالما جبنا سيره الكابتن حسام البدري نروح نشوفه قال ايه في المؤتمر الصحفي كده ونرجع تاني. أكيد طبعا أداء المباراة النهاردة النتيجة مش مرتبطة بالأداء، لأن طبعا احنا كنا أفضل النهاردة بكثير، وشوفنا يمكن فرقة الترجي النهاردة احنا متعادلين 2-2 لكن مفيش فرص واضحة ليهم، لكن أكيد في عدم توفيق في الأخطاء اللي حصلت النهاردة، سواء في الهدف الأولاني برضو في عدم التمركز الجيد والرقابة، والهدف الثاني نتج عنه ان النتيجه تطلع بالشكل ده. وعلى الجانب الاخر طبعا للاسف ما كنتش عاوز اتكلم على التحكيم، يعني مش عاوز اقول التحكيم للاسف برضو التحكيم النهارده وكلكم شفتوا برضو واضح، واحنا سالنا بعد ما طلعنا طبعا على الاخطاء اللي حصلت في التحكيم النهارده، الكور اللي اتحسبت علينا اوف سايد، ضربه الجزاء بتاعت وليد ازارو اللي ما اتحسبتش برضو في الشوط الثاني، اكيد طبعا كانت هتبقى مؤثره برضو في النتيجه. لكن يمكن انا في المؤتمر امبارح اكدت ان المباراه مش هتنتهي هنا ونهايتها هتبقى في رادس، لسه عندنا فرصه، وده اللي اكدته اللعيبه، لان لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت افضل. الشوط الثاني احنا اخطر بكتير، سببنا ضغط طبعا هجومي على فرقه الترجي، فرقه الترجي متماسكه بشكل كويس منظمه بشكل كويس، لكن بقول ما لهاش فرص واضحه خلال المباراه الا الاخطاء اللي حصلت. لسه في طبعا مباراة تانية كل تركيزنا فيها ان شاء الله من بعد بكرة ان شاء الله، وانا اكدت اللعيبة ان شاء الله نحن عندنا فرصة كبيرة ان شاء الله في تخطي الدور ده في رادس ان شاء الله، وانا بحضر المباراة بحضر في كل حاجة، ووارد برضو انت اتمرنا زي ما انت بتقول بشكل كبير على الكور الثابتة الهجومية بالنسبة لنا او الدفاعية، لكن ساعات بيبقى في عدم توفيق طبعا، لكن زي ما انت بتقول بالظبط، يعني يمكن الكور النهاردة الهدفين جم من ضربات ثابتة، ده وارد في كرة القدم. الاستراتيجية هناك طبعا احنا متعادلين ولابد من المكسب هناك او ان شاء الله برضو التعادل، فده هيبقى طبعا تفكيرنا في المباراة ان شاء الله، وده هيبقى تحضيرنا من بعد بكرة ان شاء الله. الشوط الاولاني برضو ضاعت فرص سهلة جدا بانفرادات، لكن ده وارد في كرة القدم، وده مش هيخلينا غير ثقتي لا خالص، يعني لا بالعكس، يعني لابد بالعكس، في ناس محتاجة ثقة وفي ناس عندها ايجابيات لكن عاوزه ثقل في بعض الحاجات، ده اللي احنا يعني نبص له ده للمستقبل، لكن احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على المباراه اللي جايه. المباراه الجايه اكيد طبعا يعني هنقعد وافكر في الاستراتيجيه اللي تحقق لي النتيجه اللي انا عاوز احققها هناك، يعني هي مش اكتر من كده، والتفكير في المباراه مش هيكون اكتر من كده. يعني اول لما دخلت الاوضه اكدت اللعيبه ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا، لان انت شفت الاداء النهارده انت افضل، ويمكن انا زي ما احمد قال ما حبيتش اقول ان الشوط الاولاني اضاع فرص عشان في يعني بعض اللعيبه مش عاوز احط عليهم ضغط، لان محتاجين كل اللعيبه خلال الاسبوع ده ان شاء الله يبقوا هادين جدا، ويبقى كل تفكيرنا ان شاء الله في تحقيق النتيجه الايجابيه اللي تاهلنا هناك يعني. لكن انا بقول ان سير المباراه
يعني ما يتماشاش مع النتيجه اللي اتعملت النهارده، لكن ده وارد في كره القدم. يعني اتعودنا ان احنا بنتكلم بشكل عام وبشكل يعني على المجموعه كلها. يعني تملي انا بقول ان اي اهداف بتيجي نتيجه اخطاء. يعني في 4 اهداف النهارده جم كلها نتيجه اخطاء، يعني فمش هنقدر نقول ان فلان. ايه رايك؟ برافو عليه. يعني حقيقه هاجي ياخد كلمة استراتيجية بتاعت المباراة القادمة وتأمينه على لعيبته وعدم تحميلهم أي إخفاق في الأداء. فعلا هو كل اللي قاله الحقيقة النهاردة كان مظبوط. 4 أخطاء في المباراة، عملوا 4 أهداف. مع عدم توفيقنا في الأهداف اللي هي ضاعت والانفرادات دي، مش هنحمل حد مسؤولية. ما حدش يقصد أنه هو يضيع هدف أو في ملعبه هنا. كله بنكتسب خبرات بقى ميدو، كلنا بنكتسب خبرات كمدربين وكلعيبه داخل الملعب. النهارده اللعيبه اكيد بتتفرج على الماتش وبتشوف حصل لها ايه، كل واحد حصل له في موقف شكله ايه، اكيد هيجود فيه في بس احنا عايز انا وانت دايما في الاستراتيجيه بتاعتي انا وانت اللي احنا بنحس عليها وبنتكلم فيها بلغه بتاعتنا احنا كلعيبه لعبنا كوره، وفي لغه بتاعت النبض بتاع الشارع نفسه اللي احنا بنسمع منهم وبنشوف فرجتهم. الناس بتفهم كويس قوي اكيد. احنا عايزين في الوضع اللي احنا فيه ده، اذا كان اهلي او منتخب، ان احنا بنقلب الايه شويه من دفاعيه لهجوميه. وبعد ما اكسب ارجع احط سوليه وحسام ربيع، ارجع احط النني وطارق حامد. انت فهمتني قصدي ايه؟ يعني انا النهارده لازم يبقى لي انياب تهت اللي قدامي، مش هو الفاعل. مش انا رد فعلي كمان هناك. ده هو هناك كان عندي هنا ما عملش اي حاجه خالص. بياخد الكره يبصيها، يقعد يستحوذ استحواذ، لعبته ركنه على الاجناب. مستنيين اخطائك انت. احنا عندنا الاخطاء بتاعتنا هي اللي جعلت من فريق الترجي امبارح شكل في الملعب، ان هم يعرفوا يباصوا 5 6 باصات على بعض تديهم الثقه. الباص الجيد بيدي الثقه للاعبين كلهم. بالظبط. انما احنا ما عندناش اي اخفاقات ثانيه، ما عندناش اي حاجه غير في ناحيه الشمال اللي كانت لازم تبقى من اقوى الناحيه موجوده امبارح. كنا خلصنا الماتش بكتير قوي. واللي حصل لنا من الحكام ده طبعا زي ما حسام تفضل وقال، مش عايزين نتكلم عن الحكام بقى، احنا زهقنا. بس الحقيقه زهقنا بجد. حاجه بقى انا قاعد بتفرج على الماتش امبارح، الراجل مش مخلينا نتمتع حتى بالماتش ده. اي واحد بيقول اي ويقع، هو اللي بيجري ينده للناس تخش تشوفه، هو اللي بيوقفك، هو اللي بيعطلك. الجون لعب كوره عشان يطلعها بره، الكوره يا ميدو ما طلعتش بره. فمن حقك انك تاخد الكوره وتكمل. لكن انت هتعمل ايه؟ مصفر واللي واقع، يعني مش واقع مضروب او ما دم نازل او حاجه خطيره، ده اللي واقع بمزاجه. انت عارف كوره جايه ناحيه الكورنر فخبط في كتف لاعب من النادي الاهلي، فالكوره طلعت كورنر راح واقع. خدها على ده بقى قيس ان احنا لعبنا 60 دقيقه. انا بقيت اوقف الساعه كل شويه كده في الشوطين، انا عارف ان السيناريوهات دي بتحصل. اللي حصل ان احنا لا يقل عن من 25 ل 30 دقيقه احنا ما لعبناش كوره. وبعدين في الاخر يتفضل عليك ويقول لك 5 دقايق وقت ضايع، 6 دقايق وقت ضايع. كان كابتن ناصر عباس بيتكلم في نفس الكلام، قال لك ما هذا لعبنا كام دقيقة. ما هذا العبث يعني. ده عبث يعني. قاعد جنبي ناس من اللي بتفهم كوره امبارح وبيكلموا، قالوا ايه ده، مش فير بلاي ابدا ان احنا نتفرج على مباراه زي دي. وناس يعني من جوه مصر وبره مصر. حتى كان في ناس توانسه، ايش ده حكم، هو الفرق دي عشان تلعبها كوره؟ حتى هم قالوا حكم بوظ متعتنا، احنا جايين نتفرج على الاهلي والترجي. الحكم هذا كل شويه كوره تيت تيت تيت، علقوا على كل شويه تات تات، واستغربوا على الاوفسايدات الكتير. هم يمكن مش شايفينها، انما مش معقول يعني اللي بيحصل ده. فناس حضاريين باذن الله، احنا وهم يعني مش بعاد عن بعض وقريبين من بعض، وفي ناس صفات كتيره قوي مع بعض بنحب بعض. الماتش باذن الله اللي هيحددوا اللي جاي. الاستراتيجيه اللي قال عليها حسام البدري، ان اللاعب المصري هو رايح النادي الاهلي عارف ان هو ما شاء الله فردياته وامكانياته افضل بكتير. هو نفس يعني نفس الدفعه المعنويه اللي اداها الكابتن حسام البدري، هو وبعض اشخاص كتير من افراد الفريق، هي اللي سافروا وكسبوا الترجي. اعتقد ان هو هيديهم نفس الدفعه المعنويه يا كابتن. باستراتيجيه الملعب بالظبط. مش عايز ابص الاقي نفسي اصل خايف يخش فيا جول. لا، لو دخل فيا جول ما انا هجيب جول. زي ما حصل فيا انا هنا. طب اجيب بقى، هيبقى 1-1، هنبقى جابوا فينا جول 2-2، يبقى دخلنا 3-2 احنا نكسب، 1-0 احنا نكسب. عايز اخد رايك في حاجه. عايز اخد رايك في احمد الشيخ. احمد الشيخ هيبقى كويس قوي.
وتشوفه امبارح في اول تلت ساعه عنده ثقه بيمسك الكوره وسنه سمح له شاف الملعب عايز ثقه مقصه هناك كان هو النجم الاوحد الاوحد او لو غلط مش هيجرى له حاجه هنا بيتحاسب من جماهيره وبيتحاسب حلو. وبيتحاسب من كل حاجه حضرتك تطلع لعيب الكلام. كره الغلطه الوحيده اللي كان لازم يطلع فيها معلول اللي شاطها دي بشماله كان لازم يدي معلول وتتلعب بالعرض بص تبقى هدف يعني دي مش غلطه ده تنفيذ وتنفيذ ما جاش زي ما هو عايز يعني زي ما احنا كلنا عايزين قرار فهو او جاهزيه وليد سليمان او حمودي ما اقدرش اقول على واحد فيهم انت بتبتدي بيهم الماتش انه مش كواليفايد يعني لا هي از هو موجود تمام هو صاحب انجازات تمام. صاحب هداف دوري بالظبط صاحب كرات عنده امكانيات في رجله ان هو يقدر يعمل يعني انت النهارده بس انا دايما بحب ايه كنت العب انا ونديك مثلا انا والخطيب ومصطفى عبده مثلا انا وعباس ومصطفى عبده انا وجمال عبد الحميد ومصطفى عايزين نخلص الماتش في 10 دقايق فباخد احسن الناس اللي جاهزه واقوى ناس في المنطقه دي مع الاثنين ثلاثه اللي ورانا يحضنوا علينا جامد عشان نخلص في اول 10 دقايق ونخلص نحسس الرهبه في اللي قدامي ما يتمتعش عليا وخطوتي تبقى متباعده يعني ما يبقاش حسام عاشور والسوليه امبارح انا اشوفهم الغلطه الوحيده انهم على خط واحد حتى ما فيش تبادليه مثلا ايه بكر مع تحت عبد الله السعيد السوليه السوليه ما عملش كده اللي فاخد ثلث ساعه و10 دقايق اللي هو خرج فيهم حسام عاشور بقى عنده حريه يجري طب فين الكلام ده كان من الاول يعني في حاجات احنا برضو ممكن تعليمات من الجهاز الفني يا كابتن شريف ما هو تعليم كابتن حسام انا بنزل الملعب انا وانت يا ميدو الكوره هي اللي بتحركني بس كابتن حسام ما بيسيبش ما بيسيبش مش على ملعبنا بقى هو لا هو تعليماته لازم تنفذ شخصيته كده فممكن يكون مأمن نص ملعبه قوي مع ان احنا في حاجات في الملعب امبارح لازم حريه اللعب هي اللي تقرر وانت شفت وليد سليمان جاي بيطلب من كابتن حسام ان هو عايز ينقل الناحيه دي انه شايف ان الناحيه دي ضعيفه بتاعت بيقول له انا هقدر ادي في المنطقه دي وبيستشيره ما هو في ده احساس لعيب ده في الملعب يعني سوليه حس ان العيال دي مش هو في ايه؟ واحد اثنين وثلاثه وعمل زياده وعدى وفات طب انا بقيت قاعد وفين الكلام ده؟ من الاول احنا على راي ما لعبنا ضد اوغندا في اوغندا احنا ما عندناش لعيب عدى من لعيب في اوغندا في اوغندا ما فيش محاوله جت ان اللعيب يرقص لعيب ويضرب خط ويمشي مصيبه كانت مصيبه وكانت عايزين اللعيبه يبقى عندها ثقه في ادائها يعني احنا لما اخترناكم تلعبوا في النادي الاهلي على اساس ان احنا شفناكم بتعدوا وبتشوطوا في انديه تانية يعني نجوم انتوا جايين نجوم على يعني نادي النجوم كلها فانتوا ادونا اللعب بتاعكم هو ده اللي هيخلينا متشكرين يعني هو ده او انتوا بتشتغلوا في اللعبه بتحبوا اللعبه على راي صالح سليم فالعبوها وادوها يعني فاهم قصدي؟ فعايزين نشوف السريع زي انا شايف ان وليد ازارو هو بصراحه امبارح اللي مموت نفسه عشان يسعد الناس ويرجع يقول لهم ميرسي ان انتوا اخترتوني في وسط هذا الفريق. انا شايف هو اللي موت نفسه امبارح. عبد الله سعيد موت نفسه في اول هاف تايم بس احداث المباراه بتعمل لك احباط. احداث المباراه طبعاً بتتوهك. هات لي فرقه مغلوبه 2-1 على ارضها. يعني ومش مجموعات كمان. وراح يعني داخل فيك جون التعادل يعني احنا مش بنلعب مجموعات ده نوك اوت يعني. بالظبط. هات لي فرقه تبقى مغلوبه ويخش فيه جون زي الشكل بتاع الضربه الثابته دي بهذا الشكل وتلم نفسك وترجع وتعود وترجع وتتعادل وعندك بتاع 15 دقيقه انا بقيت كل شويه ابص في الساعه انك انت ما هو في صيدات 12 دقيقه تقدر تجيب جول ده غير الحكم بقى يعني مش هنفضل نعيد ونزيد فيها ده انا مش عارف ما هذه النيه وما هذا التعنت مع فريق زي النادي الاهلي انا ما اعرفش يعني ربنا يتوب علينا من الناس دي هنعمل ايه بجد انا مش عارف يعني انا كان معايا الحاج عامر في التليفون لما بساله عن عقوبه الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه عاقبتوه وايه المتنفس بتاع المدرب لما يكون مظلوم الظلم البين ده يعني ايه المتنفس يعني يعمل ايه يكلم نفسه عامل ايه يجيب مرايه يقعد يكلم نفسه يا جماعه الحكام طب يعني طب انا نعمل ايه احنا لما حكم يشوف ثلاثه ظلم بين ده انا اكتشفت النهارده وانا بتفرج على البينالتي اللي علينا انه مش بينالتي كمان ده بره ال 18 لا ده انيه مبيته لو الكوره جت في ايده بالظبط وهي نفس ما الكوره هذا. مش عايزين نقعد نعيد ونزيد نفس الكوره وشايفها يعني يشوف هي في حاجات الشمس. بتحصل من ورانا في البلد ولا ايه مش عارف في حاجات بتتوصى علينا احنا ولا ايه انا مش فاهم والله احنا عارف. احنا عماد منتخب مصر الناس دي بتشتغل بقول الله وقال الرسول كلهم الناس دي ما عندهاش قاعده
في حته ثانيه، الناس دي بتروح النادي وبتتمرن في النادي وبتروح بيوت عشان ترجع تتمرن في النادي عشان ترفع اسم النادي الاهلي واسم مصر. احنا ما عندناش حاجه غير كده. لو حد شايف حاجه ثانيه يبقى يشاور علينا. فانا مش عارف الناس عايزه من الكوره ايه بالظبط في مصر كمان، ولا دي كمان دخلوا فيها، ولا انا ما اعرفش. دي يمكن النفس اللي الناس بتنبسط عشان شوف. انا عايز اوريك فيديوهات انا مصوره في الشوارع وانا رايح الماتش امبارح، الناس واقفه وبتشرب كافيهات والناس فرحانه وعربيات كلها ورا بعض والاعلام ومفيش تنفس غير الحب انا بقيت سعيد قوي ان انا رايح الماتش. شكل الاستاد كان يفرح يشرح انا القلب. كنت نفسي يكمل بقى يشرح القلب ومتعادلين ومش في صالحنا وكل حاجه، ناس راضيه يعني حاجه والله العظيم يعني انا اول مره اشوف الرضا والناس باصين لي كده وينفع كده يعني. مش قادر يقول لي الاهلي وحش، انت فاهمني؟ مش قادر يقول لي احنا وحشين، مش قادر يقول لي في تقصير من حد. ما جابليش سيره لعيب قال لي فلان، يعني ما علقوش على حاجه، خدوا الوضع كده عندهم ثقه في اللعيبه بتاعتهم. والله الناس ماشيه امبارح قالوا ان شاء الله هنعوض يا رب باذن الله يا رب. عندهم ثقة في اللعيبة الحمد لله. هو الأمور الطبيعية كانت كده، الأمور الطبيعية من غير الحاجات اللي دخلت على المباراة امبارح، من غير الأحداث اللي حصلت، من غير الغلطات، من غير الحكام، تكسب مستريح. تكسب، واللعيبة هي اللي ادتنا الإحساس ده تاني إن إحنا نقعد أنا وأنت ونقول كده إن هم هيكسبونا بإذن الله هناك. يا رب يا رب. بإذن الله. أنا عايزك تقول كل اللي أنت عايزه. أنا بقى أنا عايز أقول كل حاجات كتير قوي، بس الناس في ناس بتمسك في فرديات يعني مش بتمسك في الحكايه كلها. ليه فلان ما لعبش قبل فلان؟ ليه؟ ما هي الحاجات دي مش بتاعتنا. اكيد المدرب نفسه يعني مش ممكن حسام مش يعني بيلعب الشيخ على وليد وهو مش شايف ان طب ما هو الشيخ ده لعب اول تلت ساعه عظيمه كنت تكسب فيها اربعه وهو اللي بيعمل بريس الشيخ اللي هو عمري ما شفتها انا. انا عمري ما شفته امبارح بيخبط في واحد وبيخش. احمد فتحي شفت ابتدى الماتش ازاي؟ لما لقاهم عدى من واحد واثنين وراح مطلع ازارو خدت بالك وراح رايح، ولو لعب الكره بالعرض اتلعبت سليمه والكره اللي بعدها ولعب العرض، اللعيبه كانت فيها ارتياحيه كان عندها ثقه، بس عداله السماء ما كانتش موجوده ضد هذا الرجل الحكم ده السنغالي ده والطقم بتاعه ده زي ما يكون متفقين يعني. دي ناس ما اعرفش انا كتموا نفسيه لعيبتنا طبعا. كل ما بتطلع ميدو تلاقي حكم ده مديك قرار يوقفك. ناصر قال الحكم يعني سبب رئيسي في اللي حصل امبارح. حكى لي ناصر وانا قاعد معاه قبل الدخول بتاعه بيقول يا شيف ده في حاجات عندنا في القانون الراجل ده ما تبعهاش خالص. الراجل ده زي ما يكون ولا اللاين من المنات الناس دي جايه حاجة. عندها تعليمات ان المباراه دي لو امكن ده مدي الكرة على يعني مغص في بطنه وهو بيدي ضربة الجزاء عملها كده يعني انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. انا دي مش نيتي خالص انك انتوا النهاردة هتطلعوا. وبعدين احنا اللي اديناهم برضو بطولة عربية هنا برضو احنا اللي مدينا لهم هنا يعني. ما هو انت خارج بفعل فاعل برضه. انت خارج بفعل فاعل وبتديهم بتبصلهم برضه بفعل فاعل عشان تكون بقى لو عايز الكلام بقى يعني انت اللي مبصلهم الدنيا. وده كان هو مش انت كان عندك رئيس لجنه التحكيم انا فاكر رئيس لجنه التحكيم كان مش عايز افتح الموضوع ده كمان يعني لا يعني الحكايه هم مش ان شاء الله نبقى قادرين ان احنا نرد هذا المباراه بعداله السماء باذن الله يا رب يا رب باذن الله. انا عايز اكد على كلام حضرتك تاني. الكابتن شريف اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا اللي هي ثقافه التعامل مع الحكم. دي نقطه من اهم النقاط. خد حقك يعني احنا امبارح لما جات لنا ضربه الجزاء تاني بعيد الكلام تاني لما جات لنا ضربه الجزاء قلنا الحمد لله ضربه جزاء وانذار بنفكر مين اللي هيشوط ومين اللي يا عم روح كان خد لازم نتلف حوالين الحكم وازاي ما تطردوش وحقنا نلعب بنقصي اللعيب الفريق هيلعب ناقص حتى الحكم يعرف ان انت فاهم بالظبط الحكم يعرف ان دي اولاد محترفين ما فاهمين ما استجابش هيبقى هيكش بقى منك شويه في خلاص هيخاف منك انت ما اديتنيش حقي برضه انت اديتني ضربه جزاء غصب عنك هي ضربه جزاء فين بقيت حقي انا عايز حقي منك ده حقيقي واحد راح واخد واحد بالكوع في وشه في الماتش الجاي يطرد مش يستنى انذار عليه وبعدين كل الكور اللي جت على الاجناب دي مفيش انذار واحد بالظبط ما هي دي اللي بتكلم فيه واللي راح ده واحد شاط الكوره بره برجله يعني مفيش واحد او اثنين يروحوا يعني مثلا على الاقل اربعه خمسه يروحوا للحكم ده بيعاقب واحد بانذار على انه شاط الكوره مش ضرب لعيب عندي
وبعدين بقى يعني عامل ادى فرصه للترجي انه يعمل اللي هو عايزه، يضيع وقت، يضرب براحته، مفيش رادع بقى، هو معاهم يعني حسسهم ان هو الحكم كمان معاهم. لا، والجهاز الفني بتاعهم بره مش عاجبه ومعترض بالظبط. وحسام بدري واقف بص لهم كده، حسبي الله ونعم الوكيل. هيعمل ايه يعني؟ كابتن حسام امبارح ظهر في مشهد وليد ازارو يعني لما ضيع الكره بدماغه قال انا هعمل ايه يعني، احنا بنوصل كتير. وليد ازارو كان نجم المباراه امبارح، تختلفوا او تتفقوا معايا؟ هو نجم المباراه، برافو عليك. احرز هدف وجاب ضربه جزاء، وجاب ضربه جزاء ثانيه ما اتحسبتش، وعمل اسيست يعني، وعمل ضربه جزاء يعني، كان من نجوم المباراه. كابتن شريف هاكد عليه على كلامه ثاني، ثقافه الحكم. وكمان الكابتن حسام بدر يا جماعه لما بيختار احنا بنحكم بعد ما بنشوف، هو بينزل قبل ما بنشوف. هو عنده الحكايه كلها عنده في ملعبه هو، تمريناته اللي جايه، اصابات، التقارير بتاعت الاصابات، الاجهزه الفنيه كلها بتقعد مع بعض، وهم اللي بيشوفوا التدريبات، يشوفوا السبرنت بتاع ده ايه، الشد راح ولا لا، الضمه اتعالجت ولا لا، وده كل حاجه احنا ما نعرفهاش كناس قاعده بره الا اذا كنا جوه الجهاز وعايشين مع اللعيبه. اكيد بالتوفيق يعني. كابتن نفسيه دايما بيك، الله يخليك. انا اللي سعيد كتير تانية خلال الاسبوع طبعًا. ان شاء الله عشان أكيد. نتكلم ازاي الاهلي ان شاء الله ينتزع فوز غالي باذن الله قبل المباراه، ونبارك لبعض باذن يا الله. يا رب باذن الله. يا رب يا كابتن. دي كانت حلقتنا معاكم النهارده يا جماعه، يعني دايما بتشرف بالتواجد معاكم. ما تنسوش تقفوا ورا ناديكم وما تسمعوش لاي حد، انتوا الحاجه الوحيده اللي بتبقى في ظهر النادي، انتوا الحاجه الحلوه اللي باقيه لفريق النادي الاهلي وللنادي الاهلي. فخليكوا ورا ناديكم وما تسمعوش من اي حد مغرض. نورتوني شرفتوني، مع الف سلامه.